أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ظفرت بمال لأحد إخوة المديون الذي أطال أحسن الله إليكم، يقول: إذا ظفرت بمال لأحد إخوة المديون الذي أطالبه. لأحد إخوة المدين. المدين، نعم. أي إخوة المدين. لأحد إخوة المدين الذي أطالبه بمال. لأحد إخوتي المدين أو لأحد إخوة المدين. أحسن الله إليك، يقول: لأحد إخوة المدين. إيش عليهم ذولا إخوة المدين؟ ما عليهم، أنت ما عليك إلا من المدين غريمك. نعم. ذكر أحسن الله إليك في تتمة سؤالي أنهم شركاء في أغلب شركات. يقول أحسن الله إليك: علما بأن هؤلاء الإخوة شركاء في أغلب شركاتهم. لا، هذا ما تأخذه ما دام أنه ما هو بالمال خاص له، ما تأخذ. نعم.